احتضن مسرح دار التربية في حلب أمسية كورالية تحية إلى الفنانة الراحلة ميادة بسليسة تحت عنوان بيننا يحيونا، قدمها كورال حنين من صافيطة بالتعاون مع مديرية المسارح والموسيقى ومحافظة حلب وسط حضور جماهيري واسع. عادة قبل الحفل أنا وميادة كنا بينتابنا شعور من القلق وخوف، مو خوف، الرهبة، مسؤولية. اليوم حاسس بنفس الشيء، أنا عندي شعور بنفس الخوف، بنفس المسؤولية قدام العالم، قدام 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 البلد اللي هي حبتها، كانت تعشقها. هذا بيدل على شغلتين، رح اختصر وأقول لك إنه بيدل على إنه بعيدا عن الروحانيات والمعتقدات إنه ميادة موجودة. تهيأ لي هلأ أنا رح أطلع أقعد على البيانو فوق ورح تدخل هي بالمسرح. وتاني شغلة إنه هي تركت وراها عائلة كبيرة، مو عبارة عن بيت وأسرة، هي تركت وراها عائلة بحبوها مثل ما حبتهم. نشكر فرقة حنين اللي جاية من صافيطة لحتى تقدم شيء للراحلة الغائبة عنا بجسد ولكن حاضرة بالروح. كلياتنا دائما نسمع الأغاني وعاشت معنا، ومثل ما قلنا قبل نرجع نقول الفن ما بيموت، الفن بيضل حي، يمكن يغيبوا بالجسد ولكن دائما أغانيهم وكلماتهم وألحانهم وصوتهم الشجي دائما بيضل بالقلب وبالروح وساكن. هو الشيء الحقيقة ما بينسى، يعني بتستاهل هالأمسية، بتستاهل حدا يعمل لها هالأمسية، ونحن متشكر لجهودكم ولكل قائمين على هالعمل. الكورال تضمن عددا من الأغاني المنوعة للفنانة الراحلة وسط تفاعل الجمهور. هذه الفنانة التي أسعدت أهالي مدينة حلب وأسعدت كل شخص في القطر العربي السوري بأغانيها وحاسيسها لامست الروح قبل أن تلامس أي شيء آخر. تحية السلام والمحبة لهذه الفنانة العريقة التي حملت آلام السوريين، حملت في قلبها كل المحبة والسلام لأهل مدينة حلب. هي نحن افتقدنا قامة كبيرة من التي كانت تقدم فن وملتزم وجاد، ولن يكون هناك بديل لها. الحقيقة السيدة ميادة قدمت مجموعة من الأغاني الرائعة واللي طبعا لازال ذكرى موجود، واليوم الكورال رح يحيي هذه الذكرى. وقفة كتير مهمة بحياة السوريين وبحياة الحلبيين خاصة، ما رح نتذكر لأنه نحن ما عم ننسى مشان نتذكر. فنانة كبيرة، فنانة تركت أثر كتير كبير بنفوس السوريين والحلبيين، ميادة بسليس رحلت عنا بالجسد ولكن هي موجودة معنا بالروح، موجودة معنا بأغانية وبتراثة. فتحية لروحها، تحية للفنان الكبير سمير كويفاتي زوجها، ونحن باسم أهالي حلب بنقول ما رح أكيد ننسى لا ميادة بسليس ولا صباح فخري ولا هالقامات الوطنية والفنية. الأمسية تعبر عن الوفاء للراحلة كونها كانت أيقونة من أيقونات الفن السورية، وتركت بصمة مميزة في قلوب محبيها الذين تجمعوا لإحياء ذكراها.